مخدر الشيره راه تم الايقاف ديالو هذا الاخير تنشط بحي الوازيت ومجموعه من النقاط المجاوره شارع انوال شارع الجمارس زنقه السوميه حي درب غلف راه تم الايقاف ديالو بعد التفتيش ديالو تفتيش هذاك المنزل اللي تيقطن بحي الالفه راه تم حجز كيلو و200 غرام تقريبا شي 14 صفيحه كلها عباره عن مجموعه من القطع والصفائح المقطعه وكذلك الجاهزه للبيع بالاضافه الى واحد جوج ديال السكاكين اللي تيقطع بهم المخدرات عليهم اثار تقطيع المخدرات وحجز هواتف نقاله كوسائل التواصل مع الراغبين في التزود لكل الزبناء وواحد المبلغ من عائدات الترويج. لحظه حنا جبناه للولايه وبدات تحت الحراسه النظري من اجل التقديم الى النيابه العامه.